ونذهب مباشرة إلى الأردن والبحر الميت، حيث انعقاد الدورة الثانية لمؤتمر بغداد للشراكة والتعاون، وينضم إلينا من هناك موفد التلفزيون المصري أحمد عبد الصمد. أحمد، بعد التحية، يعني ضعنا في اللحظات الأخيرة قبل انعقاد الدورة الثانية للمؤتمر ووصول القادة والزعماء المشاركين في هذا المؤتمر الهام. يعني محمد، أتحدث إليك من داخل قاعة الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات، هذه القاعة التي تنعقد فيها قمة بغداد للتعاون والشراكة. بالفعل كما تحدثت أنت منذ قليل، بدأ توافد القادة والزعماء، وربما وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفعل منذ ساعة تقريبا إلى مطار الملكة علياء، وأتى إلى هنا بالبحر الميت للمشاركة في هذه القمة. حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشاركة في هذه القمة للمرة الثانية، سواء كان في النسخة الأولى التي انعقدت في أغسطس من العام الماضي أو النسخة الثانية التي نحن بصددها اليوم، يأتي من حرص القاهرة على عودة العراق مرة أخرى إلى دورها الفاعل ودورها الريادي في المنطقة ككل. نتحدث عن قمة تواجه تحديات كثيرة، تحديات ربما لا تواجهها العراق فقط بل يواجهها العالم ككل نظرا للأزمات الاقتصادية المتلاحقة. نتحدث أيضا عن أزمة الدواء، نتحدث عن أزمة الطاقة، كل هذه ملفات سوف تناقش وتوضع على طاولة النقاش ما بين القادة والزعماء. أيضا هناك حضور دولي في هذه القمة لفرنسا، ممثل في شخص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أيضا من بين الحضور في المنظمات العربية والدولية. نتحدث عن حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، وأيضا الأمين العام لمنظمة مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي. نتحدث عن حضور مسؤول السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، وهناك تمثيل من مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، مفوضية الأمم المتحدة للاجئين. ربما حضورها يعني دلالة على أن ملف اللاجئين وتحديدا في سوريا سوف يكون على طاولة نقاش هذه القمة. نحن أمام تقريبا ساعة وتبدأ هذه القمة في شكلها الرسمي بكلمة للملك عبد الله الثاني ملك الأردن، ثم كلمة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكلمة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ثم باقي القادة وبالطبع منهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم ترفع هذه الجلسة المعلنة وينعقد بعدها جلسة أخرى مغلقة. أما فيما يخص اللقاءات الثنائية والثلاثية وجدول أعمال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هنا في الأردن وبالتحديد في البحر الميت، فهناك لقاء ثنائي سوف يحدث بعد ذلك مع ملك الأردن الملك عبد الله الثاني، ثم وهذا الإطار يأتي يعني في إطار الروابط الوثيقة والقوية ما بين البلدين والتشاور في كافة المجالات. أيضا هناك لقاء ثلاثي سوف يحدث مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي و الملك عبد الله الثاني ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. هذه القمة الثلاثية سوف يتم من خلالها بحث الروابط والأواصر ما بين الدول الثلاثة الأشقاء، وكما نعلم أن هناك مجلس تعاون مشترك كان في 2019 تم تدشينه ما بين الدول الثلاثة، تم على إثره توقيع عدد من الاتفاقات فيما يخص الطاقة وأيضا اتفاقيات الصناعة التجارة والاستثمار حول مشاريع الطاقة والصناعة تحديدا، والربط الكهربائي ما بين مصر والعراق والأردن تحديدا. سوف تكون هذه الموضوعات بالطبع محل نقاش في هذه القمة الثلاثية ما بين الزعماء الأشقاء الثلاثة ما بعد انعقاد قمة بغداد للتعاون والشراكة. كما ذكرت هناك تحديات كثيرة تواجه العراق وتواجه أيضا حدود العراق الملتهبة، لكن ربما الرابط أو القاسم المشترك لكل هذه الدول اقتصاديا هو إعادة إعمار العراق مرة أخرى كي يكون العراق مزدهر وكي يكون العراق فاعل في محيطه
الإقليمي، ملف إعادة إعمار العراق ربما هو ما يتصدر هذه القمة فيما يخص الشق الاقتصادي. أيضا هناك ملفات أمنية فيما يخص مكافحة الإرهاب الذي تصدت له العراق، وكان آخر ما تم تحريره مدينة الموصل منذ سنوات، وهي الآن يعني تحاول إعادة إعمارها مرة أخرى من خلال يعني تلاؤم دول الجوار تحديدا محمد. فهذه القمة تأتي تأكيدا على دعم العراق وسيادته واستقراره وأمنه أيضا، وهذه التحديات تتطلب حوار مع العراق ودول الجوار من أجل شراكات اقتصادية ومن أجل شراكات جديدة إقليمية ودولية. إليك مرة أخرى محمد. أحمد، يعني فيما يتعلق بالقمة الثنائية وأيضا القمة الثلاثية، كيف ينظر إلى الدعم المصري للعراق والتعاون المصري الأردني في هذا الأمر فيما يتعلق بدعم استقرار وأمن العراق؟